السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم بكل جبيرة. هنا المستوى الرابع أنشطة اللغة العربية مرحلة تنشيط مستلزمات الأسبوع الرابع اليوم الثالث، اليوم الثالث يعني الحصة الثالثة. نشاط الاعتيادي تعبير شفاهي موجهة، تعبير شفاهي موجهة، تعبير شفاهي موجهة، تعبيرات شفاهية انطلاقا من خريطة ذهنية. تغير المناخ، ونشوف الخريطة الذهنية ديال تغير المناخ كتعني لنا تدهور الجفاف، الأسباب العلمية، توعية، ارتفاع درجة الحرارة، انصهار الثلوج، خسائر في تلوث مصادر المياه، تشريد الحلول بوتيرة متسارعة. هذه كل خريطة ديال تغير المناخ. تغير المناخ والفيضانات، تغير المناخ والفيضانات كما شفنا أي موضوع يعالج هذا النص، كيعالج تغير المناخ وفيضانات. من يتذكر بعض الأسباب العلمية لظاهرة تغير المناخ، الأسباب العلمية كما شفنا، ومن يتذكر بعض الحلول للتصدي لظاهرة تغير المناخ، بعض الحلول كما شفنا في الحصة السابقة. إذا هذا ضروري ترجع للحصة السابقة وتكون فاهمة مزيان باش تقدر تجاوب على الأسئلة دوم. النطق السليم للأصوات التاء والثاء والطاء، زراعة الأشجار لتثبيت التربة، تدريب المجتمعات على الاستجابة للكوارث، انصهار الثلوج في جبال الأطلس بوتيرة متسارعة. يواجه العالم اليوم تحديا بيئيا خطيرا يتمثل في ظاهرة تغير المناخ. إذا دقيقة واحدة، إذا في دقيقة نقراو هذه هي صافي، ثم أو تغير المناخ والفيضانات، نتائج مترتبة على الفيض، ما هي النتائج؟ هي النتائج هي هذه كتشوفوا معايا، ثم الحلول العلمية والعملية اللي كانت تطرح فيها السؤال، ها هي الإجراءات الوقائية شنو هي، ثم الإجراءات البيئية هي هذه، منها زراعة أشجار لتثبيت التربة وحماية الغابات الطبيعية، إعادة تأهيل الأراضي المتهجرة، إنشاء المناطق الخضراء في المدن. ثم الإجراءات المجتمعية بحال توعية المواطن بمخاطر تغير المناخ، ثم تكمل هذا الشيء هذا كامل راهم كامل، والفهم، وحدد الكلمات المفاتيح في السؤال، أقوم بالقراءة المسحية لأجد الكلمات المفاتيح، أبحث عن الجواب الصريح وأصوغه في جملة تامة. إلى ماذا أدت ظاهرة تغير المناخ؟ إلى ماذا؟ ما هي الخسائر البشرية المترتبة عن الفيضانات؟ سؤال، أحدد من النص حلين للوقاية من أخطار ظاهرة تغير المناخ، شي حلين، قولي شي حلين. ثم أشرح كيف يمكن لبناء السدود أن يساهم في الوقاية من أخطار ظاهرة تغير المناخ. إذا لبنيتي سد ما غيكونش عندك فيضان، وبالتالي غتكون القسيم من أخطار ظاهرة تغير المناخ. ما الهدف من كتابة هذا النص؟ هذا النص معلوماتي، لأنه يقدم لنا معلومات حول موضوع ظاهرة تغير المناخ والفيضانات. إنتاج كتابي كتاب اسمه فقرة مخططة، تنظيمي مخطط تنظيم الأفكار، الحصة الثانية، إذا واحد المخطط ديال تنظيم الأفكار، ننظم الأفكار ديالنا الأولى الثانية الثالثة الرابعة. لقراءة فقرة أتبع الخطوة الثالثة، أختار عنوانا مناسبا لموضوع الفقرة، واحد العنوان مناسب لهذيك الفقرة، الفقرة الأولى مثلا، وركب جملة رئيسية تعبر عن عنوان الفقرة، ندير واحد الجملة مفيدة كتعبر على الفقرة كل اللي فيها مثلا أربعة سطور ولا ثلاثة سطور ولا خمسة سطور، ندير جملة مفيدة ليها. وركبوا جملا داعمة تغني الفكرة الأساسية أو الرئيسية، الفكرة الرئيسية ديال النص كله. وركبوا جملة خاتمة، جملة خاتمة تؤكد الفكرة الرئيسية، واحد الجملة خاتمة. وركبوا كل الجمل لكتابة الفقرة مستعينا بالروابط وعلامات الترقيم المناسبة، نجمع بينات هذه الجمل اللي درت باش تكون الفقرة. إذا العنوان معلم معلمتي، الجملة الرئيسية، التفاصيل الداعمة الأولى الثانية الثالثة، والجملة الختامية، ونكون نص بالمفاتيح ونستعمل أدوات الترقيم، فصيلة، نوج، نقطتين، نقطة، صافي، علامة التعجب، علامة الاستفهام. مادتي المفضلة العنوان، مادتي المفضلة الجملة الرئيسية، التفاصيل الداعمة، ثم الجملة الختامية. وتذكر استعمال علامات الترقيم والروابط بين الجمل. الواجب منزلي، علامة الاستفهام. إذا أرسموا وأملأوا الخريطة الذهنية حول تغير المناخ كما شفناها هي. مادتي المفضلة، أتمم كتابتها الفقرة، يعني أنت خصك تنتجها صافي. إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.